ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا فنجان برج الحوت، يا رب السعاده والهنا والرزق والتفاؤل والانطلاقه الجديده. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر، واللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين. يا رب يدخل عليكم الفترة القادمة بكل ما هو جميل يا برج الحوت، وربنا يكرمكم ويوسع رزقكم. يلا بينا نشوف فنجان برج الحوت بيقول ايه. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة الحوت عنده بصمة حلوة جدا، بس قلبه محروق وموجوع علشان اتسرق من اقرب الناس ليه، اللي هو اخوه، اللي هو بيلعب قمار، اللي هو انسان مش كويس، اللي هو في حد خبيث عندك انت اتسرقت منه يا برج الحوت وفاقد حاجات كتير. وشايفة كمان ان انت في حد اذاك ودخلك طاقة سلبية بسبب الكلام اللي هو قاله لك. انت اصلا ما كنتش كده، بس انت حاليا بقيت بتحب الوحدة. انت كنت بتحب الناس وبتحب تفعل الخير وبتحب حاجات كتيرة جدا حلوة، بس من كتر الضربات والطعنات خلاص ما بقيتش عايز تتكلم مع حد ولا عايز حد يتكلم عنك. بقيت تقفل الباب على نفسك وتقول خلاص السحر المدفون ده لخبط حياتك، موقف حالك، فرقك بينك وما بين الشريك. من كتر الصدمات والضربات يا برج الحوت عملت لنفسك طاقة سلبية ومش عارف تطلع منها. شايفالك يا برج الحوت ان انت من وقت للتاني بتصحى من النوم بتلاقي نغزة في قلبك، بتلاقي نفسك بتحلم احلام مزعجة، بتلاقي نفسك كسل وارهاق غير طبيعي ومش قادر تقوم ولا قادر تتحرك، بتجيلك دوخة من وقت للتاني ونغزة، عندك تساقط شعر رهيب، عندك حاجات كتيرة جدا ملخبطة حياتك. حاول انت بس تركز على هدفك وتركز على حياتك. الشخص اللي انت حبيته يا برج الحوت اللي اخلصت له واللي اديته واللي اكرمته وكبرته هو اكتر شخص خدعك وظلمك وكان عامل علاقة تانية او كان في مشاكل اطراف تالتة، عندك علاقة تالتة كلها مشاكل غير طبيعية. شايفالك هنا يا برج الحوت ان انت بقالك فترة بتعاني، بتحاول تحل مشاكلك، بتحاول توصل، بتحاول تكبر، بس دايما وراك الطعنات وراك الغدر والهموم مش سايباك في حالك. بس انا شايفالك هنا طلعة جديدة، شايفالك تغيير في حياتك، شايفالك امور حلوة رغم ان انت وراك الاحباط ووراك التعب النفسي، بس انت هتطلع من اللي انت فيه وهتغير مسكنك بإذن الله. الألم اللي في جسمك اللي في غير طبيعي ده هتطلع منه، انت هنا محدش حاسس بيك وشايل الهم لوحدك، ومن صغر سنك شايل المسؤولية وكمية الحزن الرهيبة دي في حياتك. شايفالك كمان هنا يا برج الحوت انت هنا عندك حد مريض او حد مسجون او حد في خانة، حد مريض او حد في خانة الله اعلم، بس بإذن الله هيبقى عندك أمور حلوة. عندك خيانة من أقرب الناس ليك اللي هي صديقة، صديق خانوق. شايفة كمان إن أنت عندك حد روحاني في حياتك، عندك حد روحاني في حياتك. وارجع أقولك تاني، السحر هو اللي وقف حالك وفرق بينك وما بين الشريك. أنت بدأت تتأقلم على نفسك وبدأت تقف على أرض صلبة وبدأت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي ظلمتني، وبدأت تقف على أرض صلبة وخلاص خلاص بدأت تبص لنفسك. شايفة كمان انه كان في حد عندك من مواليد برج الحمل بينك وما بينه مشاكل وظلموك وغدروا بيك. ما تهتمش بحد ما بيهتمش بيك يا برج الحوت، انت مستني السعادة، منتظر جزء من كرامتك، منتظر جزء من ظلمك، منتظر حاجات كتيرة جدا في حياتك. انت نفسك ترجع لحياتك الحلوة،
بس من كتر الخذلان بقيت خلاص عايش في عذاب، عايش في احباط، بقيت من كتر الظلم اللي وقع عليك قلبك مكسور. شخص وثقت فيه، اديته ثقة، اديته عمرك، اديته فلوسك، اديته حياتك، وفي نفس الوقت بتسأل نفسك أسئلة كتير، بتقول هما ليه عملوا معايا كده، هما معدنهم كده، أصلهم كده، وعمر العمر الغالي، عمر الرخيص ما هيبقى غالي يا برج الحوت. غير طاقتك اللي انت فيها دي، وبص لنفسك وبص لحياتك. أقرب الناس ليك تخلوا عنك وقت الشدة يا برج الحوت. انت ليك حوالي 3 سنين او اكتر منتظر حد انت بتحبه يرجع لك، منتظر حد يغير حياتك، منتظر جزء من ظلمك، منتظر حاجات كتيرة جدا. الشريك اللي انت كنت بتحبه بتخلص له، راح خطب عليك وراح كلم حد تاني. عندك كمان من حد من برج الحوت كان خاين بالنسبة لك وكان غدار، ورجع لك علشان يشكي همه، وانت ما استقبلتش المكالمة وقلت خلاص مش عايزاه. وشايفة كمان برج الجوزاء بينك وما بينه زعل ليك فترة كبيرة جدا، وبرج الجوزاء دخل في علاقة تانية يا برج الحوت ومش عايز يرجع. انت هنا عندك تسليط متسلط، عندك وسواس قهري، عندك وسواس في بيجيلك يا برج الحوت. انت من كتر الضغط النفسي اللي انت فيه مبقتش عارف انت عايز ايه، ولا عايز تعمل ايه، ولا عايز تاكل ايه، ولا تشرب ايه، بقيت تقضي ايامك كلها شبه بعضها. عندك حد توفى كان عزيز على قلبك، الحد ده عمل لك صدمة كبيرة جدا. عندك حرف الألف وحرف الميم وحرف العين، الناس دي أشخاص في حياتك، منهم الحاسد ومنهم اللي بينك وما بينه مشاكل. أخواتك هم اللي كسروا نفسك وصابوك وقت الشدة. طيبة قلبك مسيطرة عليك، في واحدة ست ماشية وراك ومش راضية تسيبك في حالك. علامة الحرب ولا لسه يا برج الحوت بينك وما بين الأشخاص، وخرجت ناس من حياتك. انت لما حد بيقولك كلمة حلوة بتنسى كل اللي انت فيه. في حد بينك وما بينه فرق سن، في حد بينك وما بينه فرق سن يا برج الحوت. شايفة كمان ان عندك حبس الطفل، عندك حبس الطفل، عندك شايفة لك هنا كمان ان انت هتنجح في حياتك بإذن الله. انت خلاص حاولت تبص لنفسك اكتر، حاولت تركز على هدفك اكتر، حاولت تبص الانطلاقات اللي في حياتك. الفترة اللي جاية لك دي يا برج الحوت هي هتكون امور حلوة. عندك حد مسبب لك حزن، عندك حد مسبب لك حزن. عندك برج العذراء بينك وما بينه مشاكل، عندك ظلم من اقرب الناس ليك ومحكمة، عندك ظلم، عندك ظلم. حاول تعالج تساقط الشعر اللي بيجيلك مرة واحدة. شايفة ان عندك اسئلة كتير وعليك علامة استفهام، بتسأل نفسك يا هل ترى انا اللي بعمله ده صح، يا هل ترى انا اختياري صح، اختيارك كان غلط من البداية وانت ندمان جدا ان انت اخترت اشخاص تدخل في حياتك. شايفالك هنا يا برج الحوت ان انت هنا هيكون عندك انطلاقة حلوة، وهتسافر السنة دي ان شاء الله، وهتدرس برا، وهتبقى حاجة كويسة كل الناس تكون مبهورة بيها. في بينك وما بين اشخاص مقربين منك غيرانين منك، غيرانين منك. في ناس عايزة توديك في داهية قريبة منك يا برج الحوت، قريبة منك. عندك ابن خال، ابن عم، ابن حد عندك تعبان، وانت دايما بتدعمه واقف جنبه. شايفة كمان ان انت بتتحاسبن كتير يا برج الحوت، بتتحاسبن كتير في الناس اللي سرقتك واخدت منك حاجات، حتى ضحكتك سرقوها.
وعندك حد اتجوز، كان بينك وما بينه علاقة جديدة، كان بينك وما بينه علاقة قوية وسابك ومشي. شايفة لك هنا ان انت بتحب اطفالك جدا يا برج الحوت، شايفة ان انت بتحب اطفالك، بس رغم ان هنا برضو في حد نصب عليك، في حد نصب عليك يا برج الحوت. عندك حد اتحرق، عندك حد اتصدم، حد اتضرب، حد اتكسر، وحاليا انتوا بتعالجوه، حاليا انتوا بتعالجوه. شايفة كمان انه في حد من برج الميزان عندك اتعرض لسرقة كبيرة واتسرق. شايفة كمان ان انت بتفكر في حاجات محدش بيفكر فيها، شايفة ان انت بتفكر في حاجات محدش يفكر فيها. شايفة انه في حد بيخطط لك من برج الجدي، في حد بيخطط لك من برج الجدي. شايفة كمان ان انت نفسك تلم شمل، نفسك تغير حياتك، نفسك ان انت تغير من نفسك، انت نفسك في لم شمل، نفسك في زواج بالنسبة للناس العزاب، نفسك تغير حياتك. حاسس ان الوحدة وحشة، بس بتقول في نفس الوقت احسن من ناس منافقين ومخادعين في حياتي. عندك حد بيدرس بره، عندك حد بيدرس بره. ليه كسرة قلبك يا برج الحوت؟ في ليه كسرة قلب عندك؟ عندك انتظار ايه؟ شايفة كمان هنا ان انت في واحدة ست بوشين وعرفتها وطلعتها من حياتك. عندك فقدان حد غالي على قلبك، عندك برج الجوزاء، برج الجوزاء ده حد بيحبك، عندك واحدة ست من برج الجوزاء وحد بيحبك يا برج الحوت، وعندك فتاة من برج الجدي برضو بتحبك وواقفة جنبك وبتدعمك. نشوف فنجانك. عندك دعوة مستجابة، عندك دعوة مستجابة يا برج الحوت، عندك دعوة مستجابة. ليه دايما في ألم في رجلك؟ ليه دايما في ألم في رجليك يا برج الحوت؟ بتصحى من النوم مهموم ومخنوق ومش بتبقاش قادر تمشي ولا قادر تكمل. صل على الحبيب يا برج الحوت عليه أفضل الصلاة والسلام. كتر في الاستغفار أهم حاجة علشان ربنا يكرمك. ربنا استغفر ربنا كتير بنية قضاء حاجتك. حواليك ناس بتحبك، وفي منهم ناس عايزين يوقعوك وعايزين سقوطك. في ظلم من فترة وقع عليك، انت الفترة دي هيكون عندك مواجهات يا برج الحوت، هيكون عندك مواجهات بإذن الله، وعندك تحقيق أمنية حلوة جدا. انت حاليا يعني محدش عارف انت جواك ايه، تعبان قد ايه، شايل هم ايه، لانهم دايما شايفينك من بره بتضحك وبتهزر، بس عايز اقولك انه في تعابين كتيره جدا حواليك وانت مش عارفهم، في تعابين كتيره جدا عليك، في مفاجآت في حياتك الفتره القادمه، وعندك تغيير باذن الله حلو. هيبقى الهم عندك والغم ده هينزاح تماما، وهتبدأ الحياة الحلوة. انا عارفة ان احترق قلبك وانك اتظلمت من اقرب الناس ليك، علشان انت نظيف من جوه، بتكره المشاكل وبتبعد عن الحزن، بس دايما بيقربوا منك المشاكل ودايما بيقربوا منك الحزن والحقد والكراهية والكد وكل انواع الظلم. انت بتحب الحياة الحلوة، روحك حلوة، بتحب الانطلاقات، بتحب التغيير، بس دايما وراك اللي حاسدينك وعاملين لك توتر. في عين وحشة جدا حواليك وحايمة على بيتك، وللأسف العين دي من حد المقربين منك. خد بالك
وما تديش سرك لأي حد يا برج الحوت، خد بالك وما تديش سرك لأي حد، لأنه من كتر ما هم حاسدينك انت حاسس ان حياتك متلخبطة من كل حاجة ومن كل مشاكل كتيرة جدا. فانت خلي بالك يا برج الحوت، عندك 3 تعابين في حياتك، 3 تعابين، ال3 تعابين دول مش كويسين خالص. عندك حد تأسف لك واعتذر لك وقال لك انا اسف ظلمتك وخسرتك وخسرتك. شايفه كمان ان عندك واحده بومه بتراقبك من بعيد. في حاجات كتيره جدا انتشرت الفتره دي في حياتك انت مش عارف ازاي. في ناس مركزه في حياتك تركيز جامد وبيراقبوك من بعيد يا برج الحوت. شايفه كمان ان انت انا مقدم على عمل جديد او مستني مكالمه، الله اعلم، بس انت عندك كميه انتظار. شايف فرحتك، شايف ابتسامتك، شايف سعادتك، شايف دموعك اللي هتنزل من كتر الفرحه، شايف الحاجه الحلوه اللي هتحصل لك الفتره القادمه باذن الله. انت حصل انفصال بينك وبين الشريك بسبب السحر المدفون اللي انا قلت لك عليه، بس هيكون عندك تغيير. عندك فرحه خلال يومين، فرحه خلال يومين. عندك عصفوره هتجيب لك خبر حلو، الخبر الحلو ده هيديك انطلاقه جديده. بس ابعد عن الارهاق، ابعد عن الخنقه، ابعد عن الالم اللي في جسم. مين الشخص اللي تخلى عنك فجاه وسابك من غير اي سبب؟ ممكن تكون عملتوا لبعض بلوكات، بعدتوا، حصل بينكم ما بينكم مشاكل كتير جدا. شايفة كمان ان انت هنا عندك وسواس قهري في حياتك، وديني برجع ارددها لك تاني. في ست عندك، ست كبيرة عايزة تأذيك بأي طريقة، عاملة زي التعبان بتلف حواليك من كل الطرق، بتلف حواليه. انت مصدوم من شخص بيتكلم عنك وما كنتش متخيل في يوم من الايام ان هو يتكلم عنك بالطريقه دي يا برج الحوت. في شخص عندك منجم، في شخص عندك منجم بيقول لك على الحاجه قبل ما تحصل، بيقول لك على حاجة قبل ما تحصل. انت حساس جدا حاليا، انت عندك توتر من قلة النوم، من قلة الراحة، عندك صداع، عندك حاجات كتيرة جدا فيها مشاكل، بس عندك انطلاقات اكتر هتفرحك، واخيرا هترتاح، واخيرا هيبقى عندك ارتباط وعندك تعارف على حد هيديك الانطلاقة الحلوة. شايفة كمان ان انت عندك شخص غالي عليك، الشخص ده انت بتحبه جدا وهو فعلا بيحبك، بس خلي بالك ان وراه واحدة بتوصل له كلام بطريقة سلبية على حياتك. برج الحوت، انت امورك كلها هتمشي زي ما انت عايز وهيكون عندك فرحة، بس اكتم وداري وخبي، اكتم وداري وخبي. لو انت بتعاني من اعراض جسدية او من نفسية حاول تطلع منها. انت اكتر حاجة حاليا بتعاني منها الماديات، علشان اللي في ايدك مش ليك، علشان بتحب تفرح كل الناس، بتحب تدي، بتحب تعمل حاجات كتيرة جدا، وده اكبر غلط. شايفة لو انت انفصلت عن الشريك فانا شايفة لك رجوع وعندك فرحة في ارض بيتك، بس حاول تمسك نفسك وحاول تبعد عن المشاكل وما تحكيش على اي حاجة تخص حياتك خالص يا برج الحوت، علشان خاطر كل حاجة في حياتك تكمل زي ما انت عايز. لو انتوا بينك وما بين الشريك محكمة، حاولوا تعملوا مواجهة الاول، وحاولوا تتكلموا مع بعض قبل اي حاجة، حاولوا تتكلموا مع بعض قبل اي حاجة. انت من الاشخاص اللي بتعاني من الحسد وبتعاني من الاعراض الكتيرة جدا. انت بتبكي لوحدك، ما بتحبش حد يداديك ولا حد يواسيك، رغم ان انت عاطفي جدا ودايما حياتك العاطفية فيها مشاكل، دايما حياتك العاطفية فيها مشاكل. حاول دايما تعرف انت عايز ايه وهتتعامل ازاي وهتمشي ازاي. حط النقط على الحروف زي ما انت عاملها، وحاول ان انت تغير من نفسيتك وتدي نفسك شعور بالاختيارات الحلوة.
عندك حد صامت طول الوقت، او انت اصبحت صامت طول الوقت واصبحت شخص كده كتوم غير الاول عشان خاطر الظلم اللي وقع عليك. شايفالك كمان ان انت هنا عندك من اللحظات اللي فيها حزن وخيبة امل، وعندك تقل على صدرك والمسؤولية اللي على كتفك. عارف يا برج الحوت اللي دمرك ايه؟ اللي دمرك ان انت ما اكرمتش نفسك، ما حبيتش نفسك قد ما حبيت الاخرين. اللي اكرمك ان انت ما حبيتش نفسك قد ما بتحب الاخرين. حبيت الناس، اديتهم، اكرمتهم، كبرتهم، بس انت هنا حاليا بتفكر في موضوع، في ورقة، او بتفكر في قرار لازم تاخده، بتفكر في حاجة مختلفة عكس ما الناس فاكراك. وشايفه لك نصرة قضية هتكسبها، لقاء حلو، شغل جديد، الله اعلم، بس انت عندك حاجة حلوة هتحصل الفترة القادمة، وهتديك انطلاقة جديدة، وهتديك فرحة حلوة، وهتديك تغيير جذري في حياتك بإذن الله. بس انت حاول تركز على هدفك وتركز على مستقبلك علشان خاطر تعرف انت عايز ايه. الغي اي ميعاد في توتر ليك، الغي اي حاجة هتزعلك، الغي اي حاجة هتديك طلقات فيها مشاكل. انا شايفة لك انتصار، وشايفة لك فرحة، شايفة لك انطلاقة جديدة، شايفة لك تغيير جذري، شايفة لك كذا حاجة. بس انت هنا عندك حيرة من حاجتين، عندك حيرة من حاجتين، من حاجتين حيران فيهم، وحس ان حياتك واقفة يا برج الحوت. انت حاليا بدأت ان انت ما تسمحش لأي حد يعاملك بمزاجه، ما بتسمحش لأي حد يقرب منك، ما بتسمحش لأي حد ان هو يخدعك تاني او يظلمك. بدأت تنفر اي حد بيعملك توتر ويعملك مشاكل، بدأت تنفر اي حد بيعملك توتر ويعملك مشاكل، بدأت ان انت ما تديش اكتر ما تاخد، بدأت تقول انا لازم اشوف الخير اللي انتوا هتقدمهولي، بدأت عايز اشوف انتوا هتعملوا معايا ايه. نفسك تشتري بيت او تشتري عربية، تغير المكان اللي انت فيه، رغم انه المشاكل كتير حواليك، بس بتعرف تخرج نفسك من الطاقات السلبية، بتعرف تخرج نفسك من الطاقات السلبية، بتعرف ازاي تتعامل مع الاخرين، وبتعرف ازاي تكسب وتركز على هدفك اكتر. شايفة لك خبر حمل عندك، بس قولي انت ليه حيران وتايه قوي كده؟ ليه دايما ماسك راسك من كتر الصداع؟ ليه مش عارف تاخد القرار اللي المفروض تاخده علشان تكسب؟ في ناس واقفة حواليك، في ناس واقفة حاجز، واقفة حاجز من حيات كتيرة جدا. شايف في اتنين ستات عندك دايما بيتكلموا معاك ودايما مقربين منك، بس هما مش كويسين، والاتنين دول من اهل الشريك. خلي بالك، خلوا بالكم يا برج الحوت، عندك اتنين ستات من اهل الشريك مش بيحبوك ولا حابين وجودك ولا حابين ان انت اصلا تكون مرتاح في حياتك، دايما بيتكلموا عنك، وقدامك تلاقيهم حبايبك، تلاقيهم حبايبك. انت بتهرب من الوجع بالنوم ومش عارف تنام، بتهرب من الوجع بالنوم ومش عارف تنام ولا عارف تعمل ايه. الخير قادم ليك يا برج الحوت، انت عندك زي ما قلت لك في حد بينك وما بينه فرق عمر، حد بينك وما بينه فرق سن، عندك ارتباط او انت حابب حد كبير عنك. انت لو بتمر في فترة فيها الم او احباط او كسرة او خزلان او فقدان السكة،
ربنا هيكرمك وهيفرح قلبك من جديد. انت ناوي على تغيير يا برج الحوت، وربنا بإذن الله قادر على كل شيء. ربنا هيكرمك علشان فعلا انت تستاهل حاجات كتيرة حلوة. تحياتي ليك يا برج الحوت، اتمنى لك الخير والسعادة.